حافظ ورقتين، ورقة بيضاء للنائب وورقة خضراء للرئيس. يجلس لي ورقتين خضراء وبيضاء للسادة على أيدينا. أستاذ مساعد الدكتور عادل أحمد أمين الطائف. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد توفيق عثمان. دكتور ميسر، دكتور بارك، دكتور رعد، أسرع بالإدراس. واليوم أجرينا انتخابات في محافظة النينوى، و كان الفوز من نصيب دكتور باسل ودكتور ياسر في كنائب للرئيس، وإن شاء الله راح تستكمل النقابة انتخابات بقية الفروع في محافظات العراق المختلفة في البصرة والناصرية وغيرها، ونتمنى لجميع الفائزين أن يكونوا أهل لخدمة الأساتذة ولإعلاء شأن الأكاديمي العراقي. جرت الانتخابات الفرعية لنقابة الأكاديميين الجامعيين لانتخاب رئيس الفرع ونائب الفرع عن محافظة نينوى. جرت الانتخابات بكل شفافية وديمقراطية، وقد ترشح كل من الدكتور رعد أحمد أمين والدكتور باسل خلف لمنصب رئيس الفرع، والأستاذ ياشر شكر والدكتور نبراس يونس عن منصب نائب الرئيس. بعد الجولة الأولى فاز الدكتور باسل خلف بمنصب الرئيس، وبعد الجولة الثانية والتعادل ذهبنا إلى القرعة وفاز الأستاذ ياسر شكر لمنصب نائب الرئيس. نحن بدورنا كمقر عام للنقابة نبارك للأستاذين الفاضلين فوزهما بهذا المنصب. نتمنى منهم أن يخدموا شريحة الأكاديميين في جامعات نينوى، وأن يرتقوا بمستوى العملية التعليمية والدفاع عن حقوق زملائهم الأكاديميين. اليوم نحن نحاول إن شاء الله من خلال نقابتنا الوقوف مع جميع الأخوة الأكاديميين، إن كان هناك حقوق نحاول أن نستحصلها بطرق علمية وبطرق أكاديمية بطرق تليق بنقابة الأكاديميين العراقية. سوف نتعاون بشكل كبير مع إدارة الجامعات لتذليل الصعوبات وتذليل المشاكل، وطبعا هناك كثير من المهام ومن المطالب التي ينادون بها الأخوة الأساتذة، قضية الأراضي، توزيع الأراضي، قضية العلاوات والترفيعات، بعض القضايا الإدارية، هناك بعض أحيانا بعض التلكؤ في بعض الوحدات. سوف نتعاون إن شاء الله مع إدارة الجامعات، وهم أيضا حريصون، لكن بسبب الظروف الكبيرة والمعاناة الكبيرة وما تعرضت إليه جامعاتنا من انهيار في البنى التحتية، كلها أثرت على أداء الجامعة بشكل طبيعي وبشكل انسيابي. إن شاء الله سوف نعمل على إعادة الحياة أجمل وأبهى مما كانت عليه سابقا. تم اليوم بحمد الله عقد انتخابات نقابة الأكاديميين العراقيين فرع نينوى، حيث تمت هذه الانتخابات بإشراف لجنة متخصصة في الانتخابات أتت من المقر العام في بغداد، وكانت نتائج الانتخابات فوز الدكتور باسل خلف في منصب رئيس النقابة، وفوزنا نحن في منصب نائب الرئيس. والحمد لله يعني كان لقاء أخويا جمعنا بإخوتنا، ونعاهد إخواننا التدريسيين والأكاديميين على المدافعة عن حقوقهم والمضي قدما في استحصال كافة الحقوق المتأخرة أو مستحقاتهم التي طالما طالبوا بها.